هل مسألة العذر بالجهل في العقيدة مسألة خلافية؟ يا أخي ما فيه جهل بعد بعثة الرسول، ما فيه جهل، زالت الجاهلية ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان فيه جهل فهو تقصير منا، تقصير منا، ولا نعذر بتقصيرنا. لا بد أن نطلب العلم، لا بد أن نفهم القرآن ونفهم السنة، ولا نبقى جاهلين دائم؟ ما هو بذا عذر. اللي يقدر يتعلم ما هم معذور، اللي يقدر يتعلم ويسأل ما هم معذور. نعم.